السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وانا راح اسوي عندي هذه الكيك الجاهز، طبعا هذه النوعيه كلش طيبه، حبيت اليوم اسويها واشاركها وياكم. وحضرت الاشياء اللي يحتاج لها: بيض، 3 بيضات، قلاص مي، ونص كوب زيت مثل ما جاي. شوفون، حضرت الكاسه، حضرت عندي القالب، طبعا عندي هذا قديم لان انا ما اسوي هالقد كيك، وعندي طحين شويه على مود نسوي بيه القالب على مود لا يلزق، وحضرت عندي الخلاط. بس شو راح نسوي بالبدايه؟ نخفق البيض، عندي 3 بيضات. انا بعد ما حطيت البيض بالكاسه بس نخفقهم زين. هنا راح اخفقهم كل زين وارجع. بعد ما خفقت البيض كل زين صار عندي بهذا الشكل. هسه راح احط الزيت. احط الزيت وراح احط، راح افتح عندي الكيكه واحط مالتها الخليط، احطه بالتدريج يعني شويه شويه، واخلط بعدين ادير لهم المي. وهنا انا راح ادير شويه شويه من الخليط مع الكيك وأخبط. وأول مرة أماسك هيج هاي الطريقة أنا مود عندي لا يتطشر. وكمل عندي الخليط الباقي. هذه خلاص، طبعا هاي النوعية مال الكيك كلش طيبة لأن جربتها عدة مرات، جبت منها كلش طيبة وبيها نوعيات هواية. بس احنا ازيشين حب مال جوز الهند. دانسها زين وراح ادبلها المي كلاس واحد وابدي اخلط بيها. اسوي هذه الشيء الحركه على مود عندي لا يتطشر الطحين يعني مالته. ابدي اخفق شويه شويه على مود لا تتطشر. هنا راح اخلطها كل زين واشوفكم النتيجه مالتها. طباخ الفوق والجوا على الدرجه العاليه، انا مود عندي احنا زين الطباخ. ما خلطت عندي المواد كلها كل زين، بس راح اسوي راح احط هنا القالب واسويه بالطحين، واللي يحب يسويه بالراشي، بس انا لين ما عندي راشي راح اسويه بالطحين. بعد ما سويت عندي القالب بالطحين والزيت، هسه راح ادير هذه الخليط مال الكيك كله. بعد ما خليت الخليط مال الكيك بالقالب جهزت، هسه عندي احطها بالفرن. عندي راح احط طبعا راح اطفي الفوق عندي واخلي بس الجو تستوي كل الزين ان شاء الله، وافتح الفوق. ما خلصت راح الملم عندي الهوسه واغسل المواعين. خلاص انا المواعين عندي هذه مال ريوك. هذه الكيكه مكتوب عليها المقادير مالتها وشلون تصير. هذه 3 بيضات ومي كوب وربع كوب زيت او نص،
كل شيء مكتوب عنها، يعني التعليمات مالتها كلها مكتوبة وكلش كلش طيبة. أنصحكم يعني تجيبوها وتجربوها، كلش طيبة وبيها أنواع. وهذه هي اللي يريد يجيب منها، سعرها كلش مناسب، يمكن 3.25 أو 3.25، ما أتذكر هالشي. واتو عندي كل زين من جواز، راح أبكي عندي الفوق أخليهم اثنين هم الجوا والفوق، اثنين هاتهم سوا على الناصي، يعني على الدرجة الناصية على ما تستوى على راحتها. وهنا أنا جهزت عندنا الكيكة وصارت عندنا بهذا الشكل. ليش هي كلش الريحة مالتها طيبة، وخليتها ساعة بالوحدة عندي و29 دقيقة أو 28، وطلعتها هسة الساعة بالتنتين إلا 5 دقائق أو 6 دقائق، صارت عندنا بهذا الشكل. سبعتها حاضة، أريدها تبرد على مود أقلبها. وهنا أنا بعد ما قطعتها مثل ما تشوفون الحرارة شلون جاي تطلع منها، وما شاء الله عليها هشة هشة إلى درجة. شوف الهشاشة مالتها طرية طرية، وعندي هذا الصوص كلش طيب، هم جبته أني هنا من المول، كلش طيب. يعني أريد أزين بيه الكيك، يعني اللي يريد يأكل إن شاء الله أزين بيه الكيك، وراح أطلع طبعا من هذه الكيكة هم مواد البيت عيالي العمو والخالة. صارت عندي شكل الكيكة كلش طيب، يعني شكلها كلش حلو وطعمها كلش طيب. أنا بعد ما خلصت المواعين غسلتها وقطعت الكيك والحمد لله والشكر، طبعا معزلة أنا الشقة وكل شي نظيف. هسه لهنا راح انهي وياكم الفيديو، وان شاء الله ينال اعجابكم. لا تنسوني باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد انا اشراه. مع الف سلامه.